السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملوا على الدرس ديالنا، غادي نشوفوا واحد دو زيكزامبل سور لا بوكل بور. الوغ عندنا كما كتشوفوا هذه لا بوكل، الطريقة ديال الكتابة ديال لا بوكل بور. بور عندنا واحد الفاريابل، فاريابل كان انفيكتيو له واحد القيمة انيسيال، و ا واحد الفالور فينال دو با بي ايغال ان فير. الور هذا هو المثال الاول ديالنا، وهذا هو المثال الثاني ديالنا باش تعرفوا، باش تستوعبوا داكشي مزيان. الور واحد الالغوريثم سميتو بونجور، هاد واحد سمحوا لنا راه واحد الكوكوط كتصفر حدايا، راه ما لقيتش كي ندير نحبس، راه ديال الجيران. لا اله الا الله، معليناش. هذا واحد الالغوريثم دخل داكشي في فيديو مسخوط ويجي ندخلو بالواقع ندخلو مشكلة يعني. ها؟ هو اللي رحنا كنشرحو بزاف. كملوا الدرس ديالنا سمعونا، يا راه صدعتني يا صاحبي والله، يا ما صدعتني بعد هذاك عم يسمعوني. ها؟ واللي راه تنا فايقكم ما يمشي مشكل. سمعونا، انا جيت عندنا واحد الالغوريثم سميتو بونجور، واحد الفاريابل سميتو اي اونتي، النوع ديالو تيب ديالو اونتي دي بي ف هي المنطقه ديال الروكور. الور درت انايا واحد البرنامج، البرنامج الدور ديالو كما قلت لكم اي برنامج عنده واحد الدور، هادشي الفكره هادي خصكم ضروري تستوعبوا. اي برنامج عنده دور، الدور ديال البرنامج ديالنا هو انك ملي كتفتحو ملي كتفتحو كيكتب لك بو كيكتب لك بونجور مي زامي، شحال واحد العدد، واحد العدد معين صافي. هذاك العدد حنا كنحدوه بهاديك بور فقط، هذا هو الدور ديال البرنامج دي. مثلا دي بي فا درنا بور اي، هاد الفاريابل اللي قلت لكم في الفيديو، هاد الفاريابل اللي كتكون هنايا راه هي اي، هادي هي الفاريابل اللي كتكونترولي لنا لو نومبر دي تيراسيون، يعني هذا هو الفاريابل اللي كيتحكم لنا في هاد بور هاد. يعني هنايا بور اي كتمشي لنا من واحد ا خمسة، يعني دو با بي ايكالا ان، يعني كيدخل ملي كيبغي دابا البرنامج يخدم في البيسي كيدخل بور هاد اي كتعوض بواحد، كتدخل كتدخل اي كتولي كتساوي واحد، كتدخل كتصايب كتابليكي لانستركسيون اللي وسط بور. لانستركسيون اللي وسط بور هي بونجور مي زامي، بونجور مي زامي كتبان في ليكرون. انا درت لكم رسمت لكم هنا واحد ليكرون ال جي، درت ليها واحد الاسم سميتها ال جي. هذا هي ليكرون، وهذا هو بحال ليكرون ديال البيسي، وهذا هو البرنامج زعما، راه برنامج وسط هاد لي زانستركسيون كيطبقو. هذا هو البرنامج ديالنا. اول حاجة بور اي تساوي واحد ا خمسة دو با ان فيغ اكرير بونجور ميزامي. الور ها بونجور ميزامي تكتبت الاولى، كيوصل لهدايا ما كيديرش فان بور، كيرجع من الاول، مي كيضيف لهاد واحد لبا اللي عندنا هنايا، كيضيف الواحد كيضيف له واحد، يعني واحد زائد واحد جوج، كتقول لك دابا كتولي اي كتساوي جوج، ولا اي كتساوي جوج ا خمسة دو با بي ايكال ان فيغ، يعني كيكتبها المرة الثانية بونجور مي زامي، كيرجع كيضيف ليها واحد، يعني جوج كيضيف ليها واحد هي ثلاثة، ثلاثة ا خمسة كيكتب بونجور مي زامي، هاي هي المرة الثالثة بونجور مي زامي، كيرجع كيدير ربعة ا خمسة كيكتب بونجور مي زامي، وكيرجع كيعطي الاي خمسة ا خمسة، وهذيك هي الاخيره، يعني ملي كتوصلنا لعدد الفالور انيسيال كيولي كيساوي لنا الفالور فينال، تما ملي كيوصل كيطبق لنا سيليكسيون بونجور مي زامي بي، ما كيرجعش كي صافي كيسد لنا فان بور ديالنا، وتاه البرنامج ديال الشركه. بمعنى هادشي اللي كاين في هاد الالغوريثم هادي، يعني بور بونجور مي زامي كتبناها 5 فوا بواسطة لا بوكل بور، وهلا بوكل بور هاد الفاريابل اي هو اللي كيتحكم لنا فيها، يعني هاد اي كيمشي المرة الأولى يكتب لنا بونجور ميزامي، وكيرجع هاد اي كيولي كيساوي دو،
بمعنى مثلا إذا كتبنا هنا إيكرير بونجور ميزامي ورجعنا لتحتها وكتبنا إيكرير إي، هاد إي أيبقى يكتب لك، يكتب بونجور ميزامي ويكتب تحتها واحد، هاد بونجور الأول يكتب تحتها واحد، عاوتاني يكتب لك بونجور ميزامي ويكتب تحتها جوج، عاوتاني يكتب بونجور ميزامي ويكتب تحتها ثلاثة. هذا هادي إذا افترضنا، إذا افترضنا أنه كان عندنا واحد إيكرير إي أوديسي زعما تحت، تحت هاد إيكرير عندنا واحد إيكرير إي، هاد إي كتعوض بالقايمة ديالها اللي هي هادي، ما دام حنايا هو كيرجع وكيبدل القايمة كيزيد هاد لو با يزيدو على إي، كيبقى غادي إلى أن كيولي عندنا الفالور إنيستر كتساوي الفالور فينال، أو تما كيدخل فان بور كيسالي البرنامج ديالي. نشوفو ليكزومبل التالي، غادي ليكزومبل التاني ألغوريتم بونجور فاريابل، خدينا اي اون شي كيما كتبو الفاريابل اللي تكون هنا ضروري ديك ضروري في الأول، بس شوف لو تيب ديالو هو اون شي يعني عدد صحيح. دي بي ف هذا هي المنطقة ديال لوكور، بور اي كتمشي بالواحد ا تروا دو بار بي ايكال ان فيغ اكرير بونجور ميزان، كما قلت لكم نفس الطريقة، غير بدلنا هنايا هاد العدد فالور فينال بدلناه، هنايا كيمشي بالواحد حتى الخمسة يعني كيمشي واحد وكيرجع كيعوض على دو تروا الى سانك، يعني كتب لنا بونجور ميزامي سانك فوا، هنا غادي يكتب لنا تروا فوا مع عندنا دو ا تروا، يعني كيمشي المرة الأولى وكيضيف لو با اللي هو واحد، كيضيف كتولي له جوج كيكتبها هنايا، وكيضيف لو با اللي هو ان كتولي له تروا ا تروا وكيكتبها هنايا، ولكن ما كيرجعش حيت الفالور انيسيال ولات كتساوي الفالور فينال، وكيدير فان بور كينتهي البروغرام ديالنا. وهذا هو البرنامج ديالنا، وكترسم بهم هاد لي زيكرون باش تسوقوا الفكرة، وهذا هو البرنامج ديالنا فتحناه وشنو شفنا ملي فتحنا البرنامج، يعني طبقنا لي زانستريكسيون في الطفول. شي كاين في هاد لي دو زيكزامبل، كنتمنى تكونوا استوعبتوها. وهاد اي هادي راه عبارة عن فاريابل كياخد هاد القيمة هاد واحد، ما كيما قلت لكم راه فكرة مهمة بزاف خصكم تحاولوا تفهموها، اللي هو هاد اي راه كياخد هاد القيمة هادي، يعني اللي كتبنا اي كرير اي، اي راه عندو قيمة، اي راه هو هذا اللي افكتيناه الفوق، يعني الفاريابل كياخد القيمة ديال الفالور انيسيال. الفكرة هادي تتمنى تكون استوعبتوها، راه مهمة بزاف وهو تحتاج في التمارين بزاف، حيت هذا راه غير برنامج درتو لكم من راسي باش تفهمو هاد البور، مي ابخي كتبقى تعقد الامور، راه كتبقى تدخل هاد اي وكيدخل بزاف ديال الصعوبات، ما كتخليك دايخ. لا علينا، سبحان الله على الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.